أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد. أعود إلى ضيوفي في حلقة اليوم. أستاذة ماريا، كان شعار أو الشعار الحملة الانتخابية إعادة بناء الثقة. هذه الثقة التي كثيرا ما لمحنا ضياعها بين عضو مجلس الشعب والمواطن، واليوم المواطن يطلب من عضو مجلس الشعب الكثير، يطلب منه هامش أكبر، كون أنه حتى المواطن السوري أصبح لديه هامش أكثر في ظل التعددية السياسية والحزبية، في ظل قانون الإعلام الجديد، في ظل الدستور الجديد، في ظل تبديل المادة الثامنة إلى ما هنالك. أصبح المواطن السوري على الرغم من أنه سياسيا مثل ما قال الأستاذ خالد يحتاج المزيد من الضخ كي يصل إلى مرحلة تليق بمجتمع سوري مثقف سياسيا، اليوم هذا الشعار، ماذا تقصدين بإعادة بناء الثقة إذا كان في غير اللي أنا ذكرته؟ تماما، حطيتي أصبعتك على أول درجة من الشيء المقصود بالنسبة إلي، إعادة بناء الثقة بالدرجة الأولى بين الشعب ومجلسه. الحقيقة أنا من الشعب يلي كان بيعاني بالفترات الماضية من عدم التواصل المباشر مع مجلس الشعب. يعني نحن إذا بنقدر نكسر الحاجز اليوم بين مجلس الشعب ومواطنيه، ولحتى نقدر فعلا نوصل صوت أكبر شريحة ممكنة لمنبر شرعي تقدر تحكي من خلاله بالدرجة الأولى، منكون بلشنا أول خطوة. موضوع الثقة اليوم، الثقة هي منا هتاف، منا كلمة، منا شعار عم نحكي فيه. الثقة هي عمل وفعل ومن ثم نتيجة، وبناء على النتيجة نحن بنقدر نرجع نلاقي فعلا إذا كانت النتيجة إيجابية معناتها بنقدر نبني ثقة بين الطرفين. مجلس الشعب، الشيء اللي بالنسبة لي باعتقادي، قد اكون مخطئه او لا، ما بعرف شو كان عم يصير بالداخل، لكن عدم التواصل، خالد كون الدوره الثالثه له، عدم التواصل، انا ما بعني افراد، بعني بالمجمل، انا عم بحكي عن مجلس الشعب بالمجمل. التواصل والضبابيه يلي كان يكون موجود فيها مجلس الشعب، عدم النقل المباشر للناس، ما عم نعرف تماما البرنامج لهمومهم ومشاكلهم، لهمومهم وللبرنامج يلي عم يصير فيه بالداخل. شو النقاشات يلي عم تصير، شو البرنامج، شو القوانين يلي تطرح، شو الانجاز يلي عم يوصلوا له، التسلسل الانجاز على الارض يعني بشكل دوري شو عم يصير، هذا الشيء ما كنا عم نعرفه. ما كنا عم نتواصل مع شخصيات من داخل المجلس بشكل مباشر، ما كنا عم نسمعهم، ما كنا عم نشوف فعلهم الحقيقي على الارض. يعني هذا كلياته، هالعدم التواصل هو اللي عم يخلق هالضبابيه اللي بنظر الشعب. هي بالدرجة الأولى إذا بدي أحكي على بناء الثقة. بناء الثقة نحن اليوم عنا بعد الأزمة مفروض تكون كمان بين الشعب نفسه، بين أطياف الشعب وشرائحهم. الشرخ يلي صار خلال هالسنة والأحداث يلي تمت خلقت لنا فجوة الحقيقة كتير كبيرة من الثقة، حتى خلقت لنا فجوة بين 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 الشعب وبين المؤسسات، مؤسسات الدولة، وبين شعبنا وبين حكومتنا. الحقيقة هذا موضوع كلياته بحاجة لزمن وبحاجة لوقت. الثقة ما بتنبنى بسرعة، بدها خطوات، بدها فعل، اليوم بدها نتائج ومن ثم نقدر نوصل. بس اليوم المواطن اللي فقد ثقته، ان فرضنا انه في أزمة ثقة، المواطن اللي فقد ثقته بمجلس الشعب او بما ينتج عنه يحتاج الى جرعة كبيرة من العمل، من ما يتمخض تماما، من تحقيق لمطالبه، حتى يقتنع شوي انه فعلا في شيء عم ينشغل. تمام. اليوم مجلس الشعب هو مو بس مسؤولية، اليوم الثقة اللي عطونا ياهن الناخبين لنا ما لنا بس مسؤولية بهذا الوضع بالذات، نحن بمرحلة استثنائية، هون المسؤولية صارت تحدي. يعني المهمة منا سهلة أبدا، بالعكس تماما، العمل والجهد لازم يكون مضاعف، المداخلات لازم تكون مبتكرة، سرعة الأداء والفعل على الأرض بسرعة أداء وبفعلا أنك تحطي إيدك على الجرح صح،
كثير ضروري بالوقت الحالي، لكن كمان بدي اطلب من المواطنين انه يتمهلوا شوي. اول شيء نحن مجلس الشعب فيه وجوه جديده لياخذوا على العمليه الجديده والمجال اللي داخلين عليه، بدهم شويه وقت ليتعارفوا. بيكون خلصوا الاربع سنين؟ لا اكيد مو شويه وقت، يعني شهور. نحن ما عم نحكي يعني انت اليوم العالم ناطره، بيقولوا لك بعد باسبوع، بيقولوا لك ها ليكن صار لهم اسبوع، صار لهم 15 يوم ما طلع منهم شيء، ما حدا حكى شيء، بجوز ها. بس اليوم بده شويه هدوء اعصاب، بدنا وعي. في عنا مرحلة استماع وإصغاء اليوم، في عنا مرحلة إعادة تقييم للوضع يلي نحن وصلنا له. نحن ما كنا بمرحلة تطور معين واصلين له وبعدين منا عم نبدأ. نحن اليوم بعد سنة أشطنا شوي لتحت، درنا طلعنا فجوات، طلعنا ثغرات كتير كبيرة موجودة، بدنا نرجع نعيد تقييمها ونعيد وصف الحالة، تحليلها، وضع الإشكاليات تماما وأسبابها، وبعدين ترجعي تطلعي بحلول وابتكارات لآليات جديدة للمداخلات. دكتور برأيك نفس عضو مجلس الشعب يتغير كون هو عضو مجلس الشعب عن هو مواطن؟ بالعكس، لازم حمله مسؤولية كبيرة. أنا الست ماريا حكيت كلام جميل جدا، نحن لازم نكون على قدر المسؤولية اللي حملنا إياها المواطن. أولا بفترة اللي نحن الصعبة اللي عم نمرق فيها هلا، كان التحدي انه تصير في انتخابات، وصارت الانتخابات ونزل لحتى ينتخب اعضاء مجلس الشعب بضمن كل هالظروف وبكثافة. هاي بتحملنا مسؤولية كبيرة تجاه ذاتنا وتجاه نفسنا لحتى نكون على قدر المسؤولية اللي اعطانا اياها بهالظروف الصعبة. يعني انا بعتبره تحدي كبير، يعني انا بعتبره انه مجلس التحدي، تحدي العالمي. هذا المجلس بظروف استثنائية تشكل وتكون رغم كل الحرب الكونية اللي على سوريا، ونزل المواطن السوري وبكثافة مع عائلاته، كل واحد ينزل. أنا في ناس بتقلي أنا لأول مرة بنزل بنتخب بمجلس الشعب، كان واجب وطني، كان واجب وطني وقومي. هذا بيحملنا مسؤولية كبيرة، فلذلك راح تشوفي الحماس أكيد موجود. هلأ الثقة كانت مفقودة، قد تكون الثقة مزعزعة، خلينا نقول مو مفقودة، بين بعض أعضاء مجلس الشعب مثلا أو بين بعض أعضاء الحكومة والمواطن، هذا ما فينا ننكره أبدا. يعني هالثقة لحتى تتعزز لازم أن نكون نحن بخدمة هذا المواطن بالذات، يعني مننا نأخذ همومه. أنا حكيتها في أحد المقابلات، نحن من أنا طلعت عن ممثل عن دمشق وأتشرف أني أتمثل عن قائمة دمشق، بس مو يعني أنا بخدم ابن دمشق بس، أنا مواطن في مجلس الشعب، ابن الرقة له عليه حق، وابن درعا له عليه حق، وحمص وإدلب وإلى آخره. عضو مجلس الشعب لازم يكون للشعب، فلذلك إنه بدنا نكون هذا صوته بالمحاسبة وبالقدوة، وإذا قصرنا هو كمان لازم يحاسبنا، ولازم نحاسب نفسنا بالأول قبل ما يحاسبنا هو، وبدنا نحاسب نحن الوزارة والوزير الفاسد والمفسد إلى آخره. هذا توجه، توجه حزبنا انه نكون نحن هلا اداه رقابيه ضمن مجلس الشعب وحسابيه بلا السلطه التنفيذيه، ونتمنى نكون على قد الثقه اللي يعطونا اياها المواطنين. استاذ خالد، انت اليوم في الدور التشريعي الثالث لك في مجلس الشعب، في الدور التشريعي الاول في الدستور الجديد، برايك هل يحمل هذا الدور سمة خاصة أو خصوصية بالنسبة لخالد العبود؟ رائع. ليس فقط، عفوا، يعني ليس يعني فقط كونك كنت في نعم في في نعم أدوار سؤال تشريعية. سؤال جميل جدا، لكن قبل ما جاوب عليه بدي أنا جاوب على حيثية هامة. هلا بيقول لك بالفلسفة الثقة، شوفي، لا تقوم على عدم معرفة، الثقة تقوم على معرفة. يعني أنا لا أستطيع أن أثق بك كإنسانة إلا إذا عرفتك. يعني أنا لا أثق بمجهول، لا أثق بلا معلوم. السوريون كانوا على مسافة من مجلس الشعب. من الذي يؤسس لهذه على مسافة؟ يعني ما كانوا يشوفوا مجلس الشعب، كانوا كيف يشوفوا مجلس الشعب؟ معليش هلا بتزعلوا من كلامي، كانوا كيف يشوفوا مجلس الشعب؟ خلال نشرة الأخبار لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. شو يشوفوا من مجلس الشعب؟ يشوفوا هن عم يصوتوا. بكرة زملائنا إن شاء الله بتعيشوا هذه، تشوفوا قديش في سجال يتم بين الزملاء، بين السلطة التنفيذية وبين زملائنا. شو بيجي بيصور لك التلفزيون عنا؟ شوفي قديش الكاميرا قديش غبية عنا. كاميرات العالم كلها تشتغل باتجاه معاكس. تيجي شو تاخد باخد لك؟ بياخد لك مثلا انه نحن اليوم درسنا بجلسة من الجلسات
20 مادة. شو بيجي بياخذ التلفزيون؟ بياخذوا نحن موافقين ونحن عم نرفع ايدنا. فالسوري يراقب، ما طلع معه الا هدول عم يرفعوا ايدهم فقط. لماذا لا يتم طرح هذا الموضوع من قبل مجلس الشعب الى وزارة الاعلام؟ لا، لازم وزارة الاعلام تعرف، مو مجلس الشعب يعرف. في حال انه لا تعرف، انت الان تؤدين عملا اعلاميا، من الذي سيلتقط هذه الحلقة؟ بس احنا ما بنستنى اخطاء بعض، يعني انا اليوم اذا في جهة لا تعرف وانا اعرف. انا لست مختصا في الاعلام، انا اطرح اعمالك شوي. انا لست مختصا في الاعلام، انا مختص، انا افهم في السياسة، افهم كيف اطالب للناس بحقوقها. من اللاقط؟ هذا حق السوري. ماشي تماما. من اللاقط لهذه الحركة؟ من الذي يمكن ان يؤسس دي ثقافة معرفة بين هذه المؤسسة وبين المشاهد؟ هو الاعلام وهو وزارة الثقافة. وين وزارة الثقافة يا عزيزتي في هذه الأزمة كلها؟ وين وزارة الثقافة؟ بعدين بحكي لكم عن وزارة الثقافة. طيب هلأ هي مهمة انه نحن تتشكل ثقافة معرفة، وانا اعرف بالضبط شو عم يتم في هذه المؤسسة. بتقوم تتشكل ثقة او ما بتتشكل ثقة بين المواطن وبين هذه المؤسسة، والا كيف تستطيعون ان تجيبوا على اسئلة هامة جدا؟ مجلس الشعب السوري قام بكل ما أسند إليه خلال السنوات الماضية. خذي على سبيل المثال الموازنات، كل الموازنات مقطوعة في مواعيدها الدستورية، قطع الحسابات، كل قطع الحسابات تامة في مواعيدها الدستورية. بكرة بيشوفوا الشباب إن شاء الله كيف قطع الحسابات وقديش بتاكل العمل. القوانين لم يرد قانون واحد، عشرات مئات الجلسات من أجل القوانين ليس تحت قبة مجلس الشعب وإنما في اللجان. إذن لماذا لم يتم هون تسويق، واسمحوا لي بهذه المفردة، لماذا لم يتم تسويق هذا الدور وإيصاله للمواطن؟ هذا ليس فقط مو بس لمجلس الشعب، لا يا سيدتي، موجود مراكز إعلام في المحافظات، هلأ بتزعلي كمان، موجود مراكز إعلام، مراكز إعلامية، مراكز تلفزيونية في المحافظات. كل محافظ حاطط لي مركز الإعلامي وراه بس يطلع بصوره، وكأن المحافظة هي في هذا المحافظ. هذا مو إعلام، هذا إعلان. بدي أعلن عن حضرتك، بقوم بطولك وبعرضك وبقوم بقدمك للشاشة من أجل أنه والله يشوفك المسؤول اللي أعلى منك أنك موجودة وحاضرة و إلى آخره. هذا ليس إعلاما، هذا إعلان. بدي أعلن عن حضرتك، هذا تسويق لحضرتك. الأوطان لا تسوق، ليس كذلك. لا تزعلوا من كلامي، هذا دوري أنا الناس بايعتني على هذا أساس هذا الموقف. طيب لماذا لا يقوم أعضاء مجلس الشعب بتسويق، بدي استعمل مفردتك، بتسويق عدة أمور خافية عن الشعب؟ عظيم. يعني مثلا يحق للمواطن أن يحضر جلسة من جلسات مجلس الشعب، يمكن هاي معلومة ما بيعرفها حدا. طب ليه عضو المجلس الشعب اللي كان بيلتقي مع الناس بحملاته الانتخابية يرجع كمان يلتقي بخيم تانية أو بلقاءات تانية؟ قالوا يا جماعة ترى إذا بدكم تحضروا هذا شيء قانوني، تاخذوا بس إذن بالحضور وبتجوا تحضروا. بدك مجلس عضو مجلس الشعب، أنا بدك انزل على الخيم ودور عليها واحد واحد، يعني خيمة خيمة، وقوم قل لهم يا مواطنين يا سوريين. في طرق أستاذ خالد. لا 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 لا، أنت لو مفوت الكاميرا مرة واحدة ومصورة الشرفة أنه في أشخاص وحكيتي بس لثانيتين هناك بعض الأخوة المواطنين متواجدون في هذا كذا إلى آخره، انتهت، وصلت الرسالة. عم تحط الحق على الإعلام؟ طبعا على الإعلام، لكان على مين؟ طيب هذا 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 تفضل. احنا في هالسياق، احنا كحزب بعث عربي اشتراكي، احنا ارتئينا طبعا انه ما لازم نكون بعاد عن المواطن. كيف بدنا نتواصل مع المواطن؟ المواطن قليل اللي يجي مثلا عنده مشكلة لحتى يشوف فلان وفلان وفلان في دمشق. نحن كحزبيين راح نحط دوام محدد لكل واحد من أعضاء مجلس الشعب في مركز محدد سيعلن إلى آخره، ويبدو يكون في تواجد لحل مشكلة هذا المواطن وللتواصل مع المواطنين دائم. يعني ما بصير انا انه امسكر بابي، لا، عندي هالمحل هون بده يجي لعندي ويعطيني مشكلته وبدي احل له. هذا ما نسعى فيه هلا نحن ككتله بعثيين.
طيب أنا بدي أحكي بمجال عملك دكتور يوسف، يعني موضوع المواطن وتحميل الحكومة وجعل شماعة لحتى أخطائه. يعني المواطن مثل ما له حقوق على واجبات، ولكن أحيانا بيساوي الدولة شماعة حتى يتهرب من نواقصه هو. اليوم ربما يطالب المواطن الدولة بهامش صحي أكبر، بتقديم لعلاج مجاني أكبر، رغم أنه لو وضعنا الخدمات المجانية الصحية التي تقدمها الدولة السورية سنراها متقدمة وكبيرة بالنسبة للأقطار، ولكن دائما مواطننا بده أكثر، ونحن كسوريين نريد دائما أن نكون الأفضل. يعني برأيك اليوم عضو مجلس الشعب، هل سوف يكون الحلقة التي يكون موقعها المنتصف بين الدولة وبين المواطن، أم يجب أن يكون فعلا تحت قبة البرلمان يتحدث بلسان المواطن؟ خليني لك هلا، نحن بشكل عام كمواطنين نحن لنا حقوقنا دائما، بس ما علينا واجبات، وتعودنا انه كان مثل الاولاد او مثل العائله سماها الاب، في عنا اب عم يعطينا كل شيء، ونحن بدنا منه كل شيء بس ما بدنا نقدم له شيء. فللاسف يعني انا بقولها كلمه كانت اللي هي انه مال الدوله مستباح، يعني انا لما واحد اذا بشوف شغله للدوله بيكسرها، بس تحط لي قطاع خاص ما بيكسرها. قطاع الصحة بكل دول العالم ما في حدا يتحمله، ما في حدا يتحمله إذا مجانا، اللي سوريا متحملين التعليم والصحة، وهن أهم قطاعين، أهم قطاعين التعليم والصحة، يعني أقوى من الدفاع، أقوى من الدفاع التعليم والصحة. أن تنشئ مواطن متعلم وبصحة جيدة هذا مكلف. مجانية التعليم ومجانية الصحة موجودين في قطر العربي السوري. أعطيك شغلة أنا بس من خبرتي في مجال الصحة، أنا عم بشتغل بهالمجال، أوقف الهدر وأوقف بعض، خلينا ما نسميها سرقات ولا خليها السرقة، بتعملي مواطن وبتعملي خدمات أو أحسن. ثانيا أن يكون في عنا ثقافة للمواطن كيف يستخدم المرافق الصحية اللي مهيئة له. يعني انا مثلا على سبيل المثال نعطي مثال صغير، لما بنشتري تخت نحن عنايه مشدده، معلش سرير عنايه مشدده، المواطن ما بيعرف انه هذا السرير حقه 750,000 800,000 له بعض الحركات ولا بالكتالوج تبعيته مثلا انه بيحمل 125 كيلو، بنشوف قاعدين 6-7 سرير، بتطلعيهم بصير مشكل. يعني في اوقات الزياره ما حدا بيتقيد فيها، ما حدا بيتقيد فيها، ثقافي لا يوجد ثقافي، ما فيك تردعي، نحن بنطلعه من هون بفوتوا من هون، تمنعي المريض مثلا في له حميه محدده بيجيبوا له اكل انه لا هذا الطبيب شو بفهمه، عارف كيف؟ يعني دائما في عنا الثقافه، بس من حق المواطن علينا انه نزيد نحن هذا الثغره، نحن كنقابه اطباء وكتفاعل مع مواطنين بكل الثقافه مثل ما حكى وزاره الثقافه بالذات واتحاد شبيبة الثورة المغيب حاليا، انه ننزل للمواطن ونوعي. يعني هون كان هالفقر الثغرة الغايبة بين النقابات المجتمع الاهلي والمنظمات الشعبية ووزارة الثقافة والتعليم، مفروض ننزل للمواطن حتى المدارس ونأهلها كيف الى تكون بواجبها وكيف تاخذ حقوقها. طيب. وكيف نوعيها في المجال طيب الصحي؟ طيب استاذه ماريا، برايك الثقافه اللي حكى عنها الدكتور، ثقافه اللي خلينا ناخذ الشريحه، شريحه الشباب، يعني حضرتك يعني كنت على تواصل بالمراه وبشريحه الشباب، برايك هل ثقافه السرقه والتسيب والاهمال واللامبالاه وعدم المسؤوليه هي اللي عم تمشي مع جيل الشباب وتتواصل، ام نحن بامكاننا ان نزرع أو نغرس ثقافة جديدة وهي ثقافة الصح؟ يعني حتى لو كان هذا الصح شوي قاسي علينا، يمكن صعب تقبله، لكن جيل ورا جيل رح يطلع جيل مثقف بكل هالقوانين واحترام القانون. بدي أحكي عن الثقافة بالدرجة الأولى قبل ما أحكيكي عن الشباب والمرأة. نحن بحاجة لثقافة مجتمعية، يعني قيم مجتمعية. نحن اليوم أنا كمواطن من حقي على الدولة أنه تعطيني كل حقوقي، تعرفني فيهم. أنا اليوم بفوت على أي مؤسسة لازم أعرف حقوقي ضمن هذه المؤسسة.
أي موظف بيفوت لحتى يتوظف ما بيعرف شو له وشو عليه. يعني في تقصير من الدولة مع المواطن وتأهيله وتعريفه بشو لك شو حقوقك شو واجباتك، وفي تقصير من المواطن بالتالي على الدولة بأنه هذا الشخص ما له عارفان شو فايت بده يأدي. اليوم موضوع التوصيف بأي مجال كان، انك توصفي عمل شخص معين كتير ضروري لأعرف انا شو مسؤوليتي واتحاسب على قد هالمسؤولية. يعني انا اليوم ما فيني اجي حاسب شخص ما نعاطيني تماما او ما نعاطيته تماما انا شو انت مطلوب منك. هذا في عنا ضياع، في عنا غياب. اذا بدي احكي على مستوى التثقيف والتوعية بين الاطراف، اذا بدي احكي على الثقافة المجتمعية بشكل عام، نحن نفتقد فعلا للثقافة المجتمعية والقيم المجتمعية العالية، بلشت تتلاشى عبر الأجيال. الحقيقة عدة أمور، يعني أنا خليني إذا بدي أحكي عن عدة أجيال، بدي أنا بالنسبة إلي وذاكرتها حتى بالكلمة تبعيتي من ضمن برنامج الانتخابي تبعيتي، حاكي عن الأجيال الثلاثة اللي من آمن فيهم. عندك الجيل الكبير يلي هو جيل اليوم تقاعد يمتلك الخبرة، جيل استشاري عاصر أحداث وتاريخ سوريا، يمتلك قيم مجتمعية جدا عالية، يمتلك ثقافة وفكر عالي لأنه عاش مرحلة فيها أحداث كتير كبيرة لحتى يقدر يكون هالثقافة تبعيته والقيم تبعيته. جيل الشباب اليوم طلع على ثقافة مختلفة تماما. قبل ما وصل لجيل الشباب، إذا بحكي بجيل الوسط، عاصرنا مرحلة بجيل الوسط، وأنا من الجيل هاد، أنا تعبت على حالي كتير. أنا يعني نحن جيلنا ما أخذ مثل ما كان الجيل الكبير يمتلك من ثقافة، ما أخذنا لغة قدرنا نتواصل فيها مع تطورات العالمية مثلا، ما أخذنا بعدين صار في نوع من ثقافة عامة بجيلنا كان فيها محسوبيات. خليني أكون واضحة وصريحة، المحسوبيات عطت فجوة كتير كبيرة، صار الواحد ما عاد يلحق ثقافته وفكره وإمكانياته وقدراته، صار يلحق مين بيعرف وقديش بيمتلك مال وقديش وشو عنده وشو اسم أبوه ومين وكم سيارة عنده. فتحولت الثقافة من شيء لشيء. الشباب طلعوا على ثقافة عم يشوفوها عم تنحكى، فهذا الشاب يعني صار موروث. كيف؟ موروث. موروث، طلع على شيء إنه أوكي أنا بدي لحق أخذ وأمشي. يعني كمان طلع في عنده فراغ تاني. بالمقابل هذا انفتح على تكنولوجيا، على الانترنت، على بطريقة مختلفة، افتكر حاله إنه امتلك شيء الجيل اللي قبله ما امتلكه، فكمان عمل له فرق مثل كأنه أنا أفهم منك فجوة. عمل إنه أنا أفهم منك علما إنه هو لا يمتلك الخبرة، فصار في هون عندك مفارقة كتير كبيرة. اليوم ترجعي يعني أنا بقول تشوف الأزمة اللي مرينا فيها هالسنة هي شيء مثل كف أكلناه لحتى نصحى، وأنا برأيي هلأ بلشنا نتعلم ثقافة جديدة. طيب أستاذ خالد، برأيك يعني عندما كان عدد السكان في سوريا يعني 18 مليون نسمة، كان أعضاء مجلس الشعب 250، اليوم 23 مليون نسمة، ظل أعضاء مجلس الشعب 250. ذكرت قبل قليل أن المجلس يناقش في جلساته جميع القوانين والطروحات، ويكون هناك جلسات مطولة وأحيانا إضافية، ويتم الإقرار والعمل إلى ما هنالك، وما يحتاج المواطن يتم عبر هذه القوانين التي تناقش في المجلس، ورغم ذلك يشعر المواطن بالضيم. طبعا. لماذا؟ هذه هي عمل جدل المؤسسات، هذه هي العلاقة بين المؤسسات. هل يعود إلى الفجوة اللي قالت عن الأستاذة ماريا أنه هو ما بيحس أنه طب أخي خليني أنا العفو منكم ومن المشاهدين، يعني أنه خليني حط كيس القمامة بمكانه المخصص، خليني أنا استعمل حزام الأمان، خليني أنا احترم أو قوم بواجباتي أنا. طيب. وحافظ على كل شيء أنا مخصص لي. طيب. تفضل. طيب. أنا معلش سأجيبك أيضا، وسألتي سؤال قبل شوي وأنا ما جاوبتك تماماً. لكن سأجيبك تماماً. شوفي، بما أنه عم يحكي الدكتور وست ماريا عم يحكوا كلام كتير هام، شوفي السيد وزير الزراعة اللي بوجه له تحية ماذا فعل في الأيام
من لما استلم وزارته. كنا ما نشوف من هذه الوزارة، ما كنا نراها. هلأ شو المواطن؟ هو شكل ثقافة، هي الثقافة اللي حكت عنها ماريا. كيف شفتي الرجل بأنه أخذ طاقمه وبدأ يدور على شو؟ على أغلب جغرافيا القطر في عز الأزمة. شو عم يعمل هو؟ يا أخوان هو اشتغل ثقافة وأدى خدمات اجتماعية، التواجد في الميدان تماما، لأنه مباشرة المواطن لم يكن يرى وزيرا، رأى وزيرا بينه أو إلى جانبه. شو ولد عند وجالس المواطن؟ على الأرض ولد لدى المواطن هناك معادلة ثقة بينه وبين الدولة. هذه الثقة هي ثقافة، ثقافة معرفة، قامت على ثقافة معرفة، أنه رأى الوزير والوزير ميداني ويتابع أعماله على الأرض، يطلب منه طلب فيجيبه مباشرة. هون الإعلام قام بدور جميل، أنه استطاع أن يكون مرافق لهذا الحراك. لاحظي، فأنا وأنت أنا وأنت التقينا مثلا بالسلطة التنفيذية، لكن أيضا عشرات الآلاف من الأخوة المواطنين شهدوا هذا المشهد، فشكل ثقافة. هذه الثقافة هي ثقافة ولدت ثقة بين وزارة الزراعة على سبيل المثال، والتي تمثل الحكومة في هذا المفصل، والتي تعبر، نحن نقول في العلوم السياسية نقول بأن السلطة التنفيذية هي رافعة الدولة، هي رافعة الدولة. إذا استطاعت وزارة الزراعة أن تقيم ثقافة معرفة بين الدولة وبين رعاياها أو مواطنيها، هذا هام. الآن بس أرجع لك للسؤال الأولاني، وهو سؤال استراتيجي هام على فكرة، وأهم سؤال يمكن أن يطرح، إنه ما الفرق بين المؤسسة التشريعية الحالية والمؤسسة التشريعية السابقة؟ هلأ لو أبقيتي أعضاء مجلس الشعب نفسهم هم وغيرتي الدستور، ماذا يعني في ذلك؟ في الفكر السياسي عندما تغيرين الدستور أنت غيرتي المنظومة السياسية بالضبط بالضبط، كأنك تقولين سقط النظام، يعني النظام الذي كان ناتجا موضوعيا طبيعيا لدستور سابق، لكتلة تشريعية سابقة، عندما غيرت هذه الكتلة التشريعية أي أنك غيرت منظومة سياسية، أي أن المنتج لهذا الدستور سوف يتغير. إحدى أهم منتجات الدستور السابق المؤسسة التشريعية. طيب شو الفرق بين المؤسسة التشريعية السابقة والمؤسسة التشريعية الصاعدة هذه الآن؟ شو كان لدينا؟ كان لدينا هناك مادة تقول بأن البعث، بأن حزب البعث العربي الاشتراكي قائد في الدولة والمجتمع، يقود أحزاب جبهة وطنية تقدمية إلى آخره. شو بيعني ذلك؟ وهذا بحياتنا العملية كنا نلاحظه، تتشكل الحكومة، فالحكومة كل الحكومة مرتبطة بمكاتب لها وين في القيادة القطرية، يجب أن تأخذ رؤاها الاستراتيجية وتطلعاتها أيضا من القيادة القطرية. في الدستور السابق صحيح هذا الكلام، كل القضايا الاستراتيجية لا تحل على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، تحل وين؟ على طاولة القيادة القطرية وعلى طاولة القيادة المركزية. هلأ شو رح التي عظيم التي يعطيها المشروعية طاولة رئاسة مجلس الوزراء، ثم يعطيها على مستوى التشريع مجلس الشعب. هلأ شو بده يصير؟ هلأ لن تكون هناك طاولة قيادة قطرية، بمعنى أن تلحق الوزارات بالقيادة القطرية. لكن بتقولي شو دور القيادة القطرية؟ دور القيادة القطرية الآن باعتبارها مكون سياسي من مكونات السياسية في المجتمع السوري، أن تقوم برعاية وزارتها. شو برعاية وزارتها؟ يعني أنا بعثي، أنا مستلم وزارة الاقتصاد، يجب يعطيني رفاقي في القيادة القطرية أو في اللجنة المركزية أو المسؤول عني حزبيا رؤاهم الاقتصادية باتجاه الوزارة. حمزة وصل تماما. الآن أيضا حزب الوحدويين الاشتراكيين له وزارة على سبيل المثال الإسكان، يستطيع أن يتقدم فيعطي رؤيته من خلال مكتبه السياسي ولجنته المركزية. إذا انعدمت أن تحل القضايا الاستراتيجية على طاولة القيادة القطرية، وين صارت بتنحل؟ على طاولة رئاسة مجلس الوزراء. إذا في رئاسة مجلس الوزراء يجب أن يكون التمثيل سياسي زائد مهني حرفي. هذا ماذا يعني أيضا؟ أن القضايا الاستراتيجية سوف تحل وين؟ تحت قبة مجلس الشعب. هذا يعني بأنك استطعت الآن أن توسعي المساحة، أن تضيفي مساحة إضافية للسلطة التشريعية كي تستطيع أن تعالج القضايا الاستراتيجية. مو غيرتي أشخاص فقط، لاحظي القضية مو قضية تغيير أشخاص، تغيير دور، أنك ألغيت هذا الدور حركتي باتجاه دور جديد.
إذا نحن في فارق هام بين السلطة التشريعية السابقة والسلطة التشريعية الجديدة، أنها أخذت هامشا جديدا وأنها لم تعد تقاد من خلال حزب بعينه، والقضايا الاستراتيجية تحل على طاولة غير طاولة رئاسة مجلس الوزراء أو طاولة مجلس الشعب. يعني لا يهم عدد أعضاء أعضاء مجلس الشعب، يعني إذا كانوا 250 أو إذا إذا زاد عددهم أحسن. أمهلك شوي، أمهلك شوي. لا، هو يجب أن يزيد، إنه يزيد عددهم. هذه القضية أعتقد قضية تتعلق بشيء موضوعي طبيعي له علاقة، أتصور بالأيام القادمة سيحل وسيوسع مجلس الشعب لجهة إنه المبنى ذاته يتوسع أكثر، وأعتقد إنه نحن رايحين بهذا الاتجاه. لأن هناك أرض معدة، لا أريد أن أتحدث في هذه القضية، حسب معلوماتي أن هناك أرض معدة، ولولا الظروف الأخيرة لبنينا مجلس شعب شديد، وأعتقد أنه كان يمكن أن يوسع أكثر. حتى أنتقل إلى سؤال لدكتور أو للأستاذة ماريا، كان أنا سألتك أنه أنت بالنسبة لك هذا الدور هو الدور التشريعي الثالث. نعم. لكن ماذا يحمل من خصوصية بالنسبة إليك كون أنه نحن كما ذكرت الأستاذة ماريا بهاي الأزمة أصبح عضو مجلس الشعب هو طوق النجاة بالنسبة للمواطن، خصوصا في هاي الأزمة، وصار في حرب ناعمة وحرب ذكية على المواطن، ليس فقط حرب عسكرية وحرب سياسية. الاقتصاد انضرب، البنى التحتية انضربت، أصبح المواطن يعاني، وأنت تعلم أستاذ خالد موضوع الأسعار بالنسبة للمواطن والناحية الاقتصادية، وكل هذه الأزمة يحملها لعضو مجلس الشعب. طيب هلأ بتزعلي مني كمان؟ وأرجو ما تزعلي مني. طيب أنا أنظر، أنا أنظر، أنا ما عم دافع، أنا ما عم دافع عن أعلام، أنا أستاذ خالد. مونتي يعني ليش لأزعل منك؟ أنت تمثلين آخرين. المهم شوفي مثلا وزير الصحة يلي بوجه له التحية أيضا، وزير الصحة إذا بده يعمل ثقافة مواطنة، شوفي مثلا ترينه بالأسبوع 3-4 مرات ميدانيا. هلا بيزعلوا منك الوزارات الثانية لك يا أختي، يزعلوا ما في مشكلة. لا 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 كلهم كلهم لا 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 كلهم شوفي كلهم أساتذتي وكلهم أصدقائي ويشرفني ذلك، لكن أنا عم أتحدث مهنيا. هلا مهنيا، طيب شارع يقول لك أن الأسعار مرتفعة، ومواطن يشكو لك ويرفع صوته، وبدأ هذا الأمر واضح، طيب أين وزير الاقتصاد؟ بيقول لك في أزمة بالبلد. في أزمة؟ فاضي ينشر فيلا له على صفحته على الفيسبوك، بس مو فاضي ينزل ولو بالشارع، يكلف احد ينزل بالشارع يوقف الى جانب المواطن. طب في يعني هلا اليوم مثلا في قضيه تطرح بين الناس وهي موضوع فقدان ماده الغاز وغلاء هاي الماده بشكل متفاوت، يعني ويعني وصلت جريت الغاز 2000 ليره سوري. نعم. وفي في في رسائل بهذا الموضوع. بجوز يجاوبك هلا بانه وزاره الاقتصاد بتجاوبك على النحو التالي، بجوز جاوبك على النحو التالي، انه هو هيك السوق، يعني هيك عرض وطلب. طب يعني انا 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 اشم من رائحه كلام الاستاذ خالد، هناك في فجوه بالثقافه لدى في فجوه بين الـ بين الـ بين الوزارات وبين اعضاء مجلس الشعب. طبعا يوجد هناك فجوه يا سيدي، والا كيف تتشكل المطالب؟ طيب انا خليني ما نجلد كثير حالنا ولا نجلد كثير وزراءنا وزير الاقتصاد. أزمة الغاز سيدتي، نحن دولة غير منتجة للغاز. أنا أعطيت مثال دكتور، بس عم بحكي كأزمة غاز. قد أفهمها دكتور. تمام. أنا لا ولا بطرق عليها تماما. أنا بس نحكي أزمة الغاز معنا، وسنة وصلنا بالأزمة، صلنا 15 شهر تقريبا نحن عم متحملين. نحن أنا عندي 6-7 جرات غاز، لازم أعبي 6-7 جرات، وبدال ما أعبي يكون عندي أنينة وبدلها وقت اللي بدها تصير. هي هلأ بدها تصير، هي مشكلة مؤقتة بدنا نتحملها نحن. كلمة ولو مقتبسة من زميلي معد محمد بحترمه، يعني قال انه نحن مشكلتنا المواطن السوري كرامتنا اكبر مننا، يعني مستعدين نجوع ونركع وكذا، بس ما بنركع، نجوع ما بنركع. يعني انا عم الكلمة اخذتها من القائد خالد حافظ اسد، انه نجوع ولا نركع. فالكلمة انه نحن كرامتنا اكبر منا، خلي تكون كرامتنا اكبر منا، بدنا نتحمل شوي، نتحمل بعضنا. استاذ خالد حكى كلام كثير رائع، انه الوزير لازم يكون ميداني. يعني هلا انا بفهم انه ارتفعت الاسعار لما صار الدولار نط هالقفز العالي. طيب نزل الدولار ما نزلت الاسعار، وينها؟ اين دور الرقابه؟ بتعرفي حتى اللي احنا وزاره التموين الغيت. هلا اذا بدنا نحكي بالناحيه الثانيه مشان ما نجلد، انه في عندنا 40 مراقب تموين بكل دمشق،
كيف بده يلحقوا؟ طيب ما بصير، هذا ما حجي انه ما عندي غير 40 مقارنة. انا عندي بس وقت بينطرح انه عندي 40 مراقب تمويني، ما بصير. اذا ما لنا قادرين نعملها فلتكن لجان الاحياء. لجان الاحياء موجوده لهالموضوع، ما بدنا مراقبين تمويني، لجان الاحياء، لجان مشكله هلا حاليا من حل الازمه. مواطن في عشرات، حلو مثل ما تفضل، في مواطنين تكون هي الرقابه. يعني كادر من رفاقك البعثيين قادرين ينزلوا على الارض ويراعوا هذه القضيه. عندنا لجان شعبيه بتراعي القضيه، عندنا رفاقنا البعثيين، انا ما بدي اسميه، هو سمى، انا سميتهم لجان احلى الى اخره. لا شو بدي؟ عفوا استاذ خالد. سيدتي نحن ما لنا عم ندير هالموضوع بشكل الا اعتماد على الدولي، هذا اكبر غلط. طيب انا ما بدي، انا بس انه الدولي لازم نحن مثل ما تفضل نحن نكون بالشارع. احنا انا بتذكر عشنا ايام الاخوان المسلمين بالثمانينات، نحن كنا باتحاد شبيبه الثوره ننظم الدور بالافران، ننظم دور بمؤسسات، نرفع اكتافنا قياس الطحين ونامنها للافران وتنقطع. هذا الدور، هذا الدور فقد فعل وتواجد كما قلنا ميداني. استاذ ماريا وبنرجع فقد لان ثقافه الشباب الموجوده الانقطاع راح. هاي الثقافه نحن وجيل الحافظ اسد اللي تربينا بهالجيل هلا موجودين في الشارع. في بعض الجيل شوي في صغره عندما خف دور التربيه العسكريه، انا بعتقد لازم ترجع دور التربيه العسكريه الى المدارس. بدي ارجع احكي تماما على موضوع الازمه الاقتصاديه اللي عنا. نحن في عنا عدم تواصل بين ثلاث اطراف، الدوله والمؤسسات من طرف يلي هي مسؤوله عن قوانين معينه، عن انتاج للمواطن بشكل مباشر فرضا معين، وبين التاجر والمواطن. يعني اليوم لما بيرتفع الدولار الكل بيطلع سعره، بيرجع بينزل الدولار بس بضل السعر عالي. اذا كمان اليوم الاستغلال من السوري نفسه للسوري الاخر، يعني للمواطن السوري من كل الأصعدة. فليش ما يكون في منظومة اليوم يعني تتعاون الدولة مع التاجر، مع العمل الحر، مع المواطن بهذا الموضوع، يكون في حلول مبتكرة جديدة. بدي عقب على موضوع فرضا المازوت. المازوت كان يروح بكميات هائلة لبعض الأشخاص، لكن لما يسجل المواطن على الدور كان يضل، يعني فرضا أنا والدتي سجلت لها بسادكوب، طبعا عبيت لها بعدين بأسعار غير، بس تسجلت، بيقوموا بيعطوني المازوت وقت خلصت الشتوية بالصيف. طيب هل يعقل نحن يعني ايمتى الواحد بيتدفى؟ يعني معلش يعني هل هاي التضحية بال لا يعني موضوع تماما يعني هالموضوع يعني في رسالة استاذة تفضلي تماما يعني من 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 قبل الدولة في تقصير تجاه المواطن، في قلة احترام للمواطن نفسه وحاجته من قبل المؤسسات، وبنفس الوقت من قبل التاجر يلي عم يستغل. اليوم البيوت، اسعار البيوت يلي تؤجر للاهل حمص ضعف مبلغ الاجره العاديه. طيب ليش هدول اهلنا نستضيفهم ببلاش، نفتح لهم بيوتنا؟ يعني كمان هي هذا الاستغلال. انا بدي اذكر بس بشغلي، التاجر الشامي والحلبي العريق كان هو يوقف مع البلد بازماته. طيب اليوم وينه التاجر الجديد؟ انا بقول هدول شبهوا بتجار. معلش على كل، نحن دائما بلقاءاتنا آراء الضيف هي آراء الشخصية، ولكن هناك رسالتان للأستاذ خالد العبود، رسالة من جلال شملص. بس بدي أسأل الأستاذ خالد العبود، ما هو حجر الأساس اليوم؟ هاي رسالة، والرسالة الثانية رسالة ثانية مذاكر. بالنسبة لمن؟ أنت ذكرت بحجر الأساس من خلال أجوبتك، فعم يسألك إنه شو مين هو حجر الأساس اليوم أو حجر الزاوية اليوم بالنسبة للمجتمع السوري بشكل عام. والرسالة الثانية بتقلك هيك، له يا أستاذ خالد، الإعلام الوطني قاوم الجزيرة وقاوم العربية، والإعلام اللي نعدته بالإعلان هو اللي وقف قدام هاي الآلة الإسرائيلية على ضعف إمكانياته وعلى خروقاته اللي إحنا شميناها من كلامك، وقف بوجه هالآلة الإسرائيلية ممثلة بكل الإعلام.